بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا شرح إضافي لزمن present simple أو المضارع البسيط. لما نقول present يعني مضارع، simple يعني بسيط. لما يكون simple، لما أقول present يعني مضارع يعني حاجة تحدث الآن، simple بسيط لأنه يتكون من عنصرين فقط. جملة present simple تتكون من عنصرين أساسيات فقط. قبل أبدأ أضيف أن الـ present simple دائما يستخدم معه فعلين مساعدين، هما do أو does في حالة النفي والاستفهام. في حالة النفي والاستفهام أستخدم إما do أو does، هذا متى؟ مع الـ present simple. طيب، جملة الـ present simple قلت لأنها بسيطة تتكون فقط من عنصرين، من subject يعني فاعل، ومن verb اللي هو الفعل. subject أو الفاعل ما يخرج عن كونه واحد من سبعة. أصلا ما عندنا غير سبع فواعل في الإنجليش. هي بمعنى هو للمذكر، ويعادلها أي اسم مذكر، أحمد، صالح، دكتور، تيتشر، أي اسم مذكر يعادل هي. شي بمعنى هي، ويعادلها أي اسم مؤنث أو كلمة تدل على أنثى. إت مفرد غير عاقل، ويعادلها أي اسم يدل على مفرد غير عاقل يعني جماد أو حيوان، بشرط أنه يكون مفرد. لما يكون الفاعل واحد من الثلاثة دولة أو كلمات تعادلها، أجيب الفيرب أو الفعل وأضيف له إس. يعني إذا بقول كوك أقول كوكس، يطبخ. أقول ريد ريدز، أضيف إس. وأحيانا بعض الأفعال أضيف لها إي إس حسب النهاية، إذا كانت منتهية بإس أو سي إتش، عارفين الخمس نهايات هذيك اللي تأخذ إي إس. إذن أضيف للفعل مع هذه الفواعل الثلاثة هي وشي وإت، أضيف للفعل إس أو إي إس. طيب، إذا كان الفاعل واحد من الأربعة هذه، they بمعنى هم معناها اثنان فأكثر، سواء كان عاقل أو غير عاقل. يعني they تعادل أحمد وصالح، أحمد and صالح، ندى and منى، they تعادل the teachers المعلمين. أي كلمة اثنين فأكثر كان عاقل أو غير عاقل تعادلها they. we بمعنى نحن، أو you أنت أو أنتم أو I. إذا كان فاعل واحد من هالأربعة هيجي الفعل من غير s، الفعل عادي read، cook، play، jump، climb tree، أي فعل من غير أي إضافة. كذا تتكون جملتنا. رح نبدأ بالأمثلة. أول مثال، سلوى. سلوى تعادل إيش؟ تعادل شي. يعني ممكن أجيب لك الجملة سلوى كوكس أو شي كوكس، اثنينهم نفس الشيء ما فرقت، بس أنا حطيتها بين قوسين عشان تعرفي إن سلوى هنا تعادل شي. لاحظي إني ضفت إيش للفعل، الفعل هو كوك، تطبخ أو يطبخ، ضفت لها اس. ايش سبب اضافة الاس؟ ان الفاعل سلوى او شي، مع الفاعل هذا الفيرب ينضاف له اس في الاثبات، اس في الاثبات. طيب، في النفي او الاستفهام راح نتعرف ايش حياخذ. هنا حنحولها الى سؤال، السؤال حيبدأ بايش؟ بدز. دز هو الفعل المساعد اللي نستخدمه في زمن present simple لما يكون الفاعل هي او شي او ات. إذا أول ما تشوفين إس في الفعل وأطلب منك تكوني سؤال، على طول ابدي سؤالك بدز. دز هو الفعل المساعد. ليش اخترت دز؟ لأن عندي إس. ليش اخترت دز؟ لأن عندي شي اللي هي سلوى. دز سلوى، شوفي بعد دز أنزل الجملة زي ما هي. دز سلوى أو شي، شوفي أنا كاتبت لك الاثنين سلوى وشي، بس أنت حيكون عندك واحد منهم. كوك، شوفي دز سلوى أو does she cook. لاحظي وين راحت الاس؟ الجواب الاس راحت هنا، راحت عند does. واضح؟ هنا كذا سوينا سؤال present simple. طيب كيف نجاوب هذا السؤال does سلوى cook أو does she cook؟ نجيب yes و no عادي، بعدين نقلب أول كلمتين. أول كلمتين إيش هما؟ does وسلوى أو does she، فحنقول yes بعدين ناخذ she وناخذ does. بس yes she does، قلبنا أول كلمتين. أو no she does not، احنا متعودين انه معناه نجيب not. كذا سوينا النفي. مثال ثاني، the monkey jumps. the monkey jumps، monkey معروف هو القرد. القرد بما انه مفرد غير عاقل يعادل ضمير ايش؟ يعادل it. وحنا قلنا لما يكون فاعلنا it او she او هي ياخذ الفيرب is. اذا قلنا jumps، jumps يقفز، اعطيناه is عشان فاعله مفرد غير عاقل. طيب في السؤال ايش اجيب فعل مساعد؟ طبعا بجيب does لنفس السبب، ان عندي is في الفعل ونفاعلي يعادله it. does the monkey أو it، شوفي يا it يا the monkey اثنينهم زي بعض. jump، does the monkey jump، هل يقفز القرد؟ وين الاس راحت؟ وين الاس؟ الاس راحت هنا.
مع does. خدتها does. طيب نجاوب yes it does. شوفي بعد جبنا yes وقلبنا أول كلمتين. أول كلمتين إيش هما؟ does the monkey. خلاص monkey اللي هو it جبناه هنا وجبنا does هنا. يعني تقدري تحطي monkey وتحطي أو تحطي الضمير اللي هو it اللي عادله. لو قلت no بقول no it does not. لا هو لا يفعل. طيب أبنفي الجملة هذه. The monkey jumps. بجيب النفي. في النفي مثل السؤال راح استخدم فعل مساعد وأيضا راح يكون does مع monkey أو it حيكون does. أبقول the monkey أو it القرد أو هو غير العاقل does not. شوفي كيف فيها does not jump. وين راح الاس؟ هذا هو جاء هنا في does. إذا مع في النفي أيضا استخدم does not. طب نأخذ مثال ثالث. ندى and لما. ندى and لما بما أنهم اثنين إيش الضمير اللي عادلهم؟ اللي عادلهم الضمير they. طيب إذا كان they هل يأخذ الفعل is؟ الإجابة طبعا لا. ندى and لما play. play شوفي play جت من غير is لاحظي عشان فاعل هذي اللي هو ندى ولما. طيب لما أجي بس أكون فيها سؤال أيضا راح أستخدم فعل مساعد بس ما راح يكون does لأن الفعل عندي ما في is فراح أستخدم do. do ندى and لما. وإذا حبيت بدالهم أجيب they عادي do they. هي they هي نفسها ندى ولما تعادلهم. do they play. شوفي جبت do عشان ما في is. yes إيش بدل ما أجيب ندى ولما أستخدم ضمير they يعادلهم هما. they معناها هما أو هم. yes they do. إذا بعد yes قلبت أول كلمتين. إيش أول كلمتين؟ هذه do جبتها هنا وهذه لما وندى أجيبها هنا. ممكن أجيب لما وندى عادي أو أجيب they تعادلها. أنا اخترت أني أجيب they أسهل لي. ولو بغيت أقول no بقول no. وينها؟ هنا no they do not. لا هما لا يفعلان. شايفة؟ قلبت أول كلمتين وضفت not مع no. طيب في النفي أبنفي الجملة. ندى and لما play. أقول لهم ما يلعبوا. إذا بقول كذا بالشكل ده أجيب ندى and لما بعدين أو they إذا حابة تقولي they. do not شوفي في النفي أقول do not. do not play. ليش do not؟ عشان they ما ياخذ is وبالتالي ما راح ياخذ does. نجي هنا I work. أنا أعمل. I work شوفي فاعل وفعل present simple. مع I راح أجيب do في السؤال. do you work. do you work لاحظ أني قلبت I إلى you زي ما قلت لكم قبل لأني أنا ما أقدر أسأل نفسي هل أنا أعمل. في شخص آخر حيسألني فحيقولي هل أنت تعملين. فبرضو you حتاخذ do ما راح تاخذ does. لو رجعنا للقاعدة حنلاقي أنه you و I و they و we ما تاخذ is وبالتالي ما تاخذ does تاخذ do. do you work هل تعملين؟ أرجع وأجاوب عن نفسي أقول yes. أمسك you وأرجعها إلى I وبعدين أجيب do وأحطها أو no I do not. شايفة لازم ترى not مع no. انتبهي no لازم نختمها بnot. طيب الحين أبنفي الجملة هذه مثبتة I work أنا أعمل. أبنفيها بقول I أنا لا أعمل. إيش استخدم فعل مساعد؟ راح استخدم do برضه do. إذا دائما في present simple يا do يا does. مع هي وشي وإت والكلمات اللي تدل عليها أستخدم does في النفي وفي الاستفهام. مع I و they و we و you أستخدم do في النفي وفي الاستفهام. I do not work أنا لا أعمل. we go to school we go to school نحن نذهب إلى المدرسة. طيب في السؤال نستخدم إيش؟ نستخدم فعل مساعد do. do we go to school هل نحن نذهب إلى المدرسة؟ شوف كوننا منها سؤال بس باستخدام فعل مساعد. yes we do نعم نحن نفعل. إذا جبنا بعد yes قلبنا أول كلمتين. أو لو قلنا no بنقول no we do not نفس الشيء no بعدين قلبنا أول كلمتين بعدين ضفنا not. طيب في حالة النفي we go to school إيش حأسوي؟ بدخل عليها الفعل المساعد do هنا do و not don't. we do not go to school نحن لا نذهب إلى المدرسة. طبعا الناقص هذه علامة النفي. هذا هو زمن present simple أو شرح قاعدة present simple. أتمنى أنكم فهمتوها وأشوفها إن شاء الله في الخطط العلاجية وبالتوفيق.